السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي إخواني، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة إن شاء الله دائما وأبدا. حبايبي ما راح أطول عليكم، الفيديو اليوم راح يحكي عن موضوع إخفاء الاشتراك تبعك. كيف يعني إخفاء الاشتراك تبعك؟ يعني أنت فتت شفت قناة عجبتك هاي القناة وحبيت أنك أنت تشترك فيها للقناة، تمام؟ فأنت رحت كبست زر اشتراك للقناة اللي بدك تشترك فيها، بيطلع عند الشخص يلي انت اشتركت عنده بيطلع اشعار انه في مشترك جديد اسمه مثلا قناة منوعات تعليمية، تمام؟ فبيطلع اشعار عند الشخص اللي انت اشتركت عنده انه انت اشتركت عنده، تمام؟ انت اذا حابب انك انت ودك تشترك باي قناة ومالك حابب يظهر هذا الاشعار عند الشخص اللي اشتركت عنده، هلأ رح اشرح لكم بهذا الفيديو شو تعملوا لحتى ما يظهر انك انت اشتركت عند شخص معين بقناة معينة، تمام؟ فهذا الفيديو راح يحكي عن هذا الموضوع اليوم، ما راح طول عليكم. رجاء اللي عم يشوف الفيديو جديد او بالقناة جديد عندي، اشتركوا بالقناة واعملوا لي لايك وشاركوا الفيديو لحتى يوصل لاكبر عدد ممكن المشاهدات. بالاضافة فوتوا لعندي على القناة، في كتير شغلات ممكن تستفادوا منها ان شاء الله. يلا خلينا نبلش. هلا اول شغله لازم نسويها، لازم نفوت على جوجل كروم مثل العاده، تمام؟ بعد ما نفوت على جوجل كروم نكون مثلا احنا فاتحين على صفحه القناه تبعنا، تمام؟ مثل ما كنتوا شايفين عندي هون، بتفتحوا على صفحه القناه تبعكم. بعد ما تفتحوا على صفحه القناه تبعكم بتكبسوا على هي الصوره اللي هو صوره البروفايل تبع القناه، تمام؟ بعدين بنفوت على كلمه الاعدادات، شايفينها؟ بعد ما نفوت على كلمة الإعدادات لازم نفوت على كلمة الخصوصية، شايفينها؟ هي هي، نكبس عليها. بعد ما نكبس على كلمة الخصوصية، هلأ هون في عنا شغلتين. الشغلة الأولى اللي هو قوائم التشغيل والاشتراكات، أنا حاط عليها إشارة زرق مفعلها، يعني تمام؟ ابقاء كل قوائم التشغيل المحفوظة الخاصة لن تظهر على قناة قوائم التشغيل التي أنشأها المستخدمون آخرون، ويكون القوائم التي أنشأتها إعادة خصوصية فردية منفصلة. طيب شو معنات هي قوائم التشغيل والاشتراكات؟ هي معناتها أنه أنا إذا عامل قوائم عندي بالقناة، إذا أنا عامل عندي قوائم القناة محفوظة، ما حدا بيشوف القوائم غير أنا، حصرا أنا اللي بشوف هي القوائم، تمام؟ بالإضافة إذا أنا فتت مثلا على قناة معينة وشفت فيديو عجبني مثلا عملت له لايك، تمام؟ بيظهر عندي بالقائمة يلي أنا حاططها وحافظها عندي بالخاصة، تمام؟ يعني أنا عملت لايك على فيديو، بيقوم هذا الفيديو تلقائيا بنحفظ عندي بالقائمة يلي أنا مساويها، تمام؟ فأنتوا بتحطوا إشارة تفعيل عليها، إشارة صح هيك اللي هي بتكون هيك، تمام؟ وأنتوا بتتركوها هيك، وانتوا بتفوتوا بقى بتعملوا قوائم او بتساووا اي شيء بتنزل عند الناس، كل الناس بتشوفها عادي، تمام؟ واذا عملتوا لايك على اي فيديو تاني او كذا وفات على القائمة اللي عندك وشافها بشوف انك انت عامل لايك للفيديو تبعه مثلا، تمام؟ فانا مخليها هيك. انا بصراحة ما كنت عاملها، هي جاية تلقائيا هيك لحالها، انا ما غيرتها، هي تلقائيا هيك، فانا تاركها هيك، تمام؟ طيب هلأ شو المهم عنا؟ المهم عنا لك هي اللي تحت، شوفوا شو مكتوب. ابقاء على كل اشتراكاتي خاصة، لن تكون اشتراكات مرئية للآخرين ما لم تستخدم ميزات تجعلها تظهر بشكل علني. يمكنك الحصول على مزيد من المعلومات عن الأسباب التي قد تجعل اشتراكات مرئية أو إدارة اشتراكات هنا، تمام؟ هاي اللي احنا بدنا نحكي عنها وهي اللي بتهمنا هلا. هون نحن وقت بنخلي هاي مفعلة هيك بالأزرق، هي معناتها انه انا مخلي اذا انا اشتركت عند اي قناة من القنوات تبع اليوتيوب، اذا انا فت مثلا اشتركت وعملت اشتراك ما بيظهر عنده اشعار انه انا اشتركت عنده بالقناة، تمام؟ ما بيظهر عنده اشعار انه انا اشتركت عنده بالقناة. اما اذا عملت هيك وخليتها هيك، تمام؟ بس اعملها هيك وخليها انه ما لها مفعلة، انا وقت فوت اشترك باي قناة
تمام. الناس اللي اشتركت عندهم راح يجيهم اشعار انه قناة منوعات تعليمية اشترك عندك مشترك جديد، تمام. هاي الفكرة يلي بدي لكم عليها. هلا نحن حنخليها هيك مثل ما هي، ابقى على كل اشتراكات خاصة. انا تشترك عند حدا ما بيطلع اشعار انه انا اشتركت عند اي شخص. هلا بصراحة تقولوا هلا بتقولوا لحالكم انه طب ليش انت يعني عامل اخفاء؟ انا والله مالي عامل اخفاء، بس انا وقت اللي اكتشفت هاي المعلومات وكشفت هاي القصة هاي فتت لحتى زبط الموضوع هون، فلقيتهم هن تلقائيا محطوطين هيك، تمام. يعني لقيتهم تلقائيا مفعلين على الازرق انه ما حدا يشوف القوائم اللي انا عم بعملها، وبنفس الوقت ما حدا يشوف الاشتراك وقت انا بشترك عند اي قناة عندي، تمام. هلا الخيار بيرجع لكم بقى، بتحبوا تخلوهم مفعلين انه عادي اذا اشتركتوا عند حدا يظهر اشعار انه انتم اشتركت بقناة معينة، تعملوا له هيك التغى التفعيل. والقوائم اذا انتم عملتوا قوائم عندكم حابين ان الناس تفوت تشوف القوائم، وانتم زفتوا عملتوا فيديوهات لايكات على فيديوهات ومحافظت عنكم القوائم، حابين ان الناس تفوت مثلا تشوف عادي بتحطوا له كمان هيك، تمام. اذا ما بدكم بدكم تخلوها خاصه بتفعلوها بتخلوهم تنتين خاصه، تمام. حبايبي هذا الفيديو كان تبعي لليوم. اذا سمحتوا لا تضيعوا لنا تعب، اشتركوا بالقناه واعملوا لنا لايك وشاركوا الفيديو لحتى يوصل لاكبر عدد ممكن من المشاهدات. اشكركم لحسن المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.